التحقت ببرنامج موهبة الإثراء الأكاديمي مسار علم التشريح ووظائف الأعضاء، تعرفت من خلاله على كيفية عمل الأعضاء وتعمقنا في كيفية عمل كل عضو في جسم الإنسان، وأتاح لي البرنامج فرصة الدخول إلى المعامل والمختبرات وإجراء بعض التجارب مثل استخلاص حمض الDNA من الفراولة وتشريح القلب وبعض الحيوانات. بدأت رحلتي مع موهبة بترشيح من المدرسة ودعم من والدتي. اختبرت الاختبار في الصف الثالث الابتدائي ولم يحالفني الحظ. عدت التجربة في الصف السادس الابتدائي، كان عندي أمل وعزيمة أني أجتازه والحمد لله أجتزته، وصارت عندي فرص كثيرة أني ألتحق ببرامج موهبة، والتحقت بمسابقات عديدة مثل مسابقة ببراس موهبة، مسابقة موهوب كيمياء الأولمبياد، ومسابقة كنغارو للرياضيات، وبرنامج موهبة الإثراء الأكاديمي 3 مرات، مجال الطاقة المتجددة ومجال مبادئ التصميم الهندسي، والآن في مجال التشريح. برامج موهبة غيرت من شخصيتي، صار عندي معلومات متنوعة في مختلف المجالات، حددت تخصصي المستقبلي، وغيرت من شخصيتي، صرت شخصية اجتماعية أكثر. طموحي في المستقبل أن أستفيد مما تعلمته في البرنامج الإثرائي والبرامج الأخرى في أولمبياد إبداع في البحث العلمي، وأن أخدم وطني والمجتمع من حولي. نصيحتي لجميع الطلبة والطالبات بالالتحاق بمقياس موهبة، لأنه البوابة الذهبية لبقية البرامج. أنا بعد ما اختبرت في الصف السادس ما كان عندي فكرة لكيفية الدخول للبرامج المتاحة، وتحسفت على الفرص اللي ضاعت علي. الحين صرت أبادر وأدخل قد ما أقدر برامج موهبة حيث تنتمي.